بعد ساعة ومع إطلال الجمعة المباركة ستحط بإذن الله في مطار هواري بومدين الدولي طائرات عسكرية من قواتنا الجوية قادمة من فرنسا، وعلى متنها رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ورفاقهم من جل مناطق الوطن، مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن أكثر من 170 سنة. يتقدمه الشريف بوبغلا والشيخ أحمد بوزيان زعيم انتفاضة زعاتشة والشريف بوعمار بن قديدة ومختار بن قويدر الطيطري وإخوانهم، من بينهم جمجمة شاب مقاوم لا يتعدى عمره 18 سنة من قبيلة بني مناصر يدعى محمد بن حاج. وستلتحق بهاته المجموعة الأولى باقي رفات شهداء المنفيين أمواتا، فالدولة عازمة على إتمام هذه العملية حتى يلتئم شمل جميع شهدائنا فوق الأرض الذي أحبوها وضحوا من أجلها بعزم ما يملكون.